ما تكون رئيس لتونس ما تكون تخاف ربي وتخاف في ربي في شعبك، خاطر ناس توانس الكل زواولة والناس الكل عياشة، وعلاش احنا اللي شد تونس يفكر كان في نفسه وينسى الباقي. والله واللي يوفقه ربي ويخاف ربي ان شاء الله هو اللي يكون فايز برئاسة تونس، اللي جاوا من بعد اللي قبل واللي بعد واللي هذا ان شاء الله يكون كان يخاف ربي اكثر.